مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام. مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم كل مشاهدي قناه حنبعل في تونس وخارج تونس. تحيه كبرى ليوم الكل وتحيه الى هذا الجمهور الحاضر معايا في هذه الليله. ما تغيروش المحطه، ليله الجمعه، سهره الجمعه مع المسامح كريم. من هنا تبدا القصص، من هنا تبدا الحكايات. الى فاصل ثم نعود. عندما لا تجد احدا يستمع اليك، نحن نصغي اليك، نفتح لك باب الامل ونوافذ المستقبل على الرقم 87887 مع اضافه امكا ثم ترك فراغ، او على الموزع الصوتي 88 40 31 31. للاعتراف بجميل، للالتقاء ببعيد، للاعتراف بخطأ، للتصريح بمشاعر، للقاء شخص عزيز عليكم، للبحث عن الحقيقة ونشر قيم التسامح والتصالح، للتدخل لفائدتكم في حل مشاكلكم، للتواصل معنا ابعث SMS على الرقم 88887 مع إضافة إمكا ثم ترك فراغ، أو على الموزع الصوتي 88 40 31 31. للمشاركة في البرنامج ابعث SMS اكتب إمكا على الرقم 88887 أو عبر الموزع الصوتي 88 40 31 31، أو عبر الفاكس 70 944 935. أعيد، للمشاركة في البرنامج ابعث SMS اكتب MK على رقم 88887 أو عبر الموزع الصوتي 88 40 31 31، أو عبر الفاكس 70 944 935. نحب نقول حاجة مهمة في المسامح كريم، وكان هذا البرنامج التلفزيوني أو المبدأ ربما كان سباق فيها. كانت البرامج التلفزيونية هذه تذهب إلى الخصام بين الزوج والزوجة، العقوق، إعادة الصلح بين العائلات. أيضا كانت هذا التركيز في هذه البرامج التلفزيونية. جاء المسامح كريم وقال لن نقف عند هذا الحد، بل أنه لابد المسامح كريم يقدم خدمة فعلية، يحقق نتائج فعلية لمجموعة من الناس. الله غالب كان المرض هو القدر متاعها، والأمراض الصعبة أو الخطيرة أو اللي علاجها يتطلب نفقات كبيرة وأموال كبيرة، كان المسامح كريم صوت هؤلاء الناس. وأكيد تتذكروا برشا حالات تعديت في المسامح كريم، والعمليات الجراحية متاعها ربما تتطلب مئات الملايين. وكان الشخص اللي يجي للمسامح كريم بين الحياة والموت. هذا البرنامج التلفزيوني بعث، خليني نقول، الأمل في عديد الناس، حاول أنه يساعدهم في محنتهم الصعيبة. ما يعرف الصحة كان اللي فقد الصحة. ربما السادة المشاهدين اللي هما يتمتعوا بصحة موفورة وربي يخليها لهم وربي يزيدهم صحة على صحة، ربما ما يحسوش أو بعضهم بما يحس الناس اللي فقدوا صحتهم واللي ابتليوا بمرض، تم الابتلاء بمرض ربما خطير خلاهم يفقدوا عملهم وخلاهم يفقدوا دراستهم وخلاهم ربما يفقدوا اندماجهم في الحياة. اليوم صوت المسامح كريم هو صوت ذكرى أبو العراس اللي إلى جانبي، اللي بتصفيق كبير بكم حب نرحب بها في المسامح كريم. مرحبا ذكرى، كان تقدم لي روحك ذكرى. ذكرى أبو العريس، عمري 19 سنة. 19 سنة. ذكرى أنت ما زلت تقرأ ولا لا؟ لا. ما عادش تقرأ. من وقتاش توقفت الدراسة نتاعك ذكرى؟ من 2009. من 2009. وصلت في دراستك إلى حد قداش؟ ثامنة أساس. ثامنة. علاش ما نجمتش تكمل دراسة؟ لا. السبيطار ما خلانيش. المرض. المرض ما خلاني. كيفاش بديت ذكرى قصة المرض نتاعك؟ بديت أنا توا مريضة برواري في مرحلة الأخرى، هي بديت الحكاية بخطأ طبي
عمري 3 ايام، خذيت دواء غالط في سبيطار باب صادو، اثر لي على المعده برشا، التهبت تحلت على الاخر المعده، وجهوني البيدياتريك في الرابطه، بقيت نعالج من 93 حتى 97 في الرابطه. على شنو تعالج في البريود هذيك ذكرى من 93 الى 97؟ على المعده. على المعده، يعني ما عندكش مرض الرئه؟ كان على المعده. في الاخر قسم المعده قرر لازم نعمل عمليه المعده، يسكروا لي المعده. الطبيبه قالت لي ما حبيتش، دكتور الطبيبه نتاعي في البيدياتريك رفضت، كي امي شادت صحيح قالت لها يعني تعمل العمليه تخرج، خاطر عديت 5 سنين هكاك من دوي لدوي وكها، مش ما عملتليش حتى حل، رفضت وصحت عليا، خرجتني من السبيطار، بقيت نعدي لبرا، دخلت نقرا في الابتدائي، بقيت نعدي لبرا في الكلينيك في البريفي باش نجم نقرا ونشد روحي شويه. بعد في 2007 رجعت للرابطه، رجعت نفس السيرفيس، وقت ذاك رقدت في الرابطه 26 يوم، والطبيب قرر انه باش يعديني للجراحه باش نعمل عمليه المعده. بعثني للحبيب ثامر، كي بعثني للحبيب ثامر باش نعمل العمليه، يلقاو الرويري التهبت، ما عادش نجم نعمل عمليه المعده الا ما نعمل زراريه. يعني ذكرى الامل الوحيد هو في زرع الرئه، فماش امل اخر؟ لا. الاكسجين هذا شنو كيفاش تستعمل اكسجين؟ نبقى به للي يوم كامل ولا قداش تاخذ من ساعه ذكرى؟ 24/24. ذكرى متعبه الحكايه كلها برشا على خير. واحد ديما يشوف الموت بالعيني كها. يوميا تعيش لحظات صعيبة؟ نتعب برشا كل يوم. تقلقت من وضعك هذا ذكرى؟ على الاخر خايفة، خاف نجي لحظة نجي نجبد النفس ما نلقاش روحي. انا اللي فيك يا دنيا خطوتي، انا اللي ليل الحزن لون فرحتي، قلبي شمعه بتتحرق، روحي مني بتتسرق، قلبي شمعه بتتحرق، روحي مني بتتسرق، حتى اغلى الناس عليا عن عينيا بتفترق، وانا ذكرى شكون اللي تعب معاك في رحلة العلاج متاعك في الرحلة هذه الصعيبة؟ أمي وبابا وخويا، سيرتو أمي. أمك تعبت برشا، حسيتها هي اللي تعبت معاك برشا. ذكرى خايفة من حاجة أنت متقلقة؟ شو خوفك؟ وين خوفك ذكرى؟ خاف خاف من الموت برشا. كيف هذاك؟ خاف من الموت، أما مشكلتي مش ديما نخمم كي أنا نموت دارنا شنيا باش يصير فيه. هذا الشيء اللي قلقك؟ هذا الشيء اللي قلقني، أمي كيفاش باش تعيش؟ المدة اللي فاتت تعبت برشا برشا، الموت نشوفها بالعناية، أما كي نخسر لها ونقولها أنا مانيش باش نموت، نحب نصبرها ونصبر روحي.
نمشي إلى فاصل ثم نعود، نقطع الحوار نمشي إلى فاصل. ذكرى، انت فكرت في الموت وما فكرتش في الامل؟ معناتها يبقى الامل ديما، ما خلونيش يقعد الامل مهما كان. اه ما خلونيش باش نفكر في الامل. تحس اللي صعيبه الحكايه للدرجه هذه؟ صعبها برشا. شكون اللي صعبها ذكرى؟ طب الاطباء شو قالوا لك مثلا؟ الأطباء شو اللي قالوا؟ لازم زراعة رئة، أما ما يعاونوكش على هذا. زراعة الرئة هذه وين تتم؟ خارج تونس. في تونس؟ لا، خارج تونس. خارج تونس، معناتها المفروض أنت تسافر باش تعمل العملية هذه. باش نعمل العملية، أما كي رفضوا عملية المعدة في تونس يعني ما نجمش نعملها الا ما نعمل زراعه رئه. مشيت امي للطبيبه نتاع الرويري في سبيطار عبد الرحمن مامي دكتور، قلت لها قدم لي دوسي بنتي للوزاره باش تخرج تسافر تعمل العمليه. قالت لي لا، حتى لتبقى 10 سنين تتنفس بالماكينه بعدها ونشوف. هذا في 2009. هذا في 2009، يعني مرت حوالي 3 سنين 4 سنين. ما حبتش، رفضت. رجعت أمي البيدياتريك الدكتور، خاطر أكبر دوسي عندي في الرابطة على أساس أنه يقدم لي هو الدوسي وإلا يكلمها، خاطر هما يفهموا بعضهم. كيف قالها لي، قالها بنتك من المفروغ منها. هكا؟ أي قال لأمك هكا؟ قالها هكا. أنت حاضرة؟ أنا حاضرة. سمعتوا؟ الزوس رفضوا، ما حبوش. بقيت أنا من 2009 ما عادش نعالج في السبيطار حتى لتوا 2012 في فيفري، وليت بالأكسجين في الدار. كيف حاولت معاهم ما حبوش، لا حبوا هما يقدموا لي دوسي، لا حبوا يعطوني رابور، وما حبوا يعملوا حتى شيء، ما حبوا يعاونوني في شيء. يعني انت تقول انه الاطباء نتاعك والمباشرين وادارات المستشفيات اللي مريت بها هي اللي ربما عرقلت خروجك؟ هما اللي عطلوا. سفر الكنام يتدخل فيها الحكايه؟ قدمتوا الدوسي الملف غادي؟ لكن السبيطار ما حبش يقدم الدوسي. مشيت امي للكنام، قالوا لها ما عندناش فلوس، وامشي لمسامح كريم اخي ما تعرفوش. ذكرى، شنو الطلب الاساسي نتاعك؟ شنو هو اللي طلب؟ نحب نمشي نعمل عملية. انا مشيت في رمضان لفرنسا. عاونوني العبيد، هزوني لفرنسا، لقيت 3 أيام في باريس في سبيطار. قالوا لي العملية ما مكنا نجمو نعملوها، المشكلة في الفلوس. في باريس عملوش قداش التقدير متاع العملية؟ ما قالوليش قداش بالضبط ما قالوليش، أما غالية. أما ممكنة في باريس. ما تعداو عليك هذيك الاطباء نتاعهم؟ عملوا لي تحاليل وتصاور، قالوا لي نجمو نعملوها. شو اللي تغير في حياتك؟ كل شيء. ذكرى، كل شيء تبدل. هذا كل اللي عشته فانا سنوات، انا هما اللي تعبت فيهم معناتها السنوات. اكثر مره تعبت توا خاطر كوالت بالاكسجين. اما انا 19 سنه وانا نعاني. أنا من اللي خذيت الدواء وأنا عمري 3 أيام حتى لتوا وأنا نعاني. أعطيك الصبر يا ذكرى. خليني نوريكم ذكرى. هذه ذكرى. هاي ذكرى كيفاش كانت. هذه ذكرى. هذه صورة ذكرى. إذا حابين نعديو الصورة باش تعرفوا قيمة الصحة. ولا ذكرى، بوك ايش يقول لك؟ بوك
بابا قال لي لازم يجي نهار باش ترتاح ترجع كيما قبل الخير. ديما يقول لك الكلام هذا. عندك اختك انت؟ عندي خويا اكبر مني. خوك كهو؟ انت البنايه الوحيده في داركم. اللي تعب اكثر واحد امك، اكثر شخص. اش تقول لها؟ اش تقول لها ذكرى لامك؟ قال لها انا نحبك برشا. انا تعبت. الزمن خد مني يا عمري وما ادانيش، انا اللي بتحدى الحياة علشان اعيش. الزمن خد مني يا عمري وما ادانيش، انا اللي بتحدى الحياة علشان اعيش. الالم ما خلو عشاني، والجراح ساكنة في مكاني. الألم ما خلوق عشاني، والجراح ساكنة في مكاني. وأنا اللي دعم الصبر مني، وأما فضي اشتكاني. نمشي مباشرة إلى الوالدة متاع ذكرى. نمشي مباشرة. ذكرى مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. اسأل ذكرى. تصرف. حقيقة عبد الرزاق ما نجم نقول حد شيء. أكيد قاعد شاهد في صور الأم من بكري وحالتها. عسلامة مدام. عسلامة دب. كانت نجم تعرفنا بروحك. أنا أم ذكرى. تعرفني الناس كل أم ذكرى. أم ذكرى. نعم. مرحبا بك. وبيك يا سيدي الصديق. أم ذكرى. نعم. شو الأمل اللي نراوه في الأفق باش ذكرى تمنع، خليني نقول بصراحة تمنع. الأمل في الدنيا، الأمل في خيال المؤمنين فيكم أنتوما، وفي ربي من فوق أنتوما ملوت. البنت ترى أنه مرورك على شاشة التلفزة اليوم هي الفرصة الأخيرة. هذه فرصتي الأخيرة البنت. الناس اللي تتفرج فيك توا والعائلات اللي موجودة، وأنا متأكد من هذا، أنه يتسائل. وأنا نعرف برشا ناس تحب تعمل خير، وبرشا ناس حالة ذكرى اليوم أثرت فيها، وبرشا ناس بكيت وأنا متأكد توقف في ديارهم. السؤال هو هالناس هذوما كيفاش ينجموا يعاونوا ذكرى؟ خلينا نسهلوا لهم المأمورية. كيفاش ينجموا يعاونوا ذكرى، هذه الفتاة الشابة الصغرونة الحلوة اللي برشا مستقبل ينتظر فيها؟ أنا نطلب من خياني المؤمنين داخل تونس وخارج تونس يعاونوها باللي يكتب، كل حد ما يقدر، كل حد اللي يقدر عليه. ما نطلبش، نطلب كل حد. العملية قداش تكاليفها في تقديرك انت؟ والله طب كيروني كهكاك، وراو بنتي كهكاك. سخفوا عليه ياسر، الناس تعاطفت معاه ياسر. قال لي يا ماما شنو عملت، بنتي عزة به الدنيا وبنتي صغيرة، ما فرحتش كيف الناس، كيف نديت بنتي عايشة في عزلة. ذكرى بحذايا هي توا تحب تكلمها. ذكرى نقول نحبك برشا وسامح. انا تعبتها 19 سنه، تعبتها اصلا، حتى سكروا عليها في بيت ويضربوا فيها. على خاطري انا تعبت برشا،
تعبت، كانت تتحقق نتائج كما تحلم بها هي. يا أمي تتحقق نتائج، يا أمي تبقي لي، أنت حياتي ودنيتي. أنا ما تعبتش، تعبي راحة لك أنت وتعبي. أنا ما تعبتش العادة بحتى شيء خطر. ما تعبتش ما تعبتش. ديما نقول لك أنا نموت تبقى هي تتفكر فيها وتبكي. ديما نبدا ساكتة ما نحب نقول حتى شيء. أدعوك أم ذكرى إلى هذا البلاتو الرئيسي في قناة حلب على الألم وسامح كريم. أدعوك. قلبي ما حسي أبداً، حسي أبداً بالأمان اللي حبيته وآمنته، آمنته وباع وخان. عمر قلبي ما حسي أبداً، حسي أبداً حبيت وآمنت آمنت وباع وخان. دنيتي ما فيهاش حبيب والنصيب من نصيب، دنيتي ما فيهاش حبيب والنصيب من نصيب. في الحياة كاتب عليا إن أعيش زي الغريب، وأنا مرحبا أم ذكرى في المسامح كريم. تفضل أمي. مرحبا بك. شبيك يا ذكرى؟ 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 شبيك بنتي؟ شبيك؟ أمي لاباس. شبيك؟ باهي الأكسجين يمشي باهي. يمشي الأكسجين ولا؟ ذكرى؟ يمشي تتنفر؟ هكا ذكرى. فما ماكينة أخرى يقولوا لي لو تحب ماكينة؟ ميسالش حتى هي ميسال صبا أكسجين يتعدي لك لهي. بتصفيق كبير منكم أم ذكرى. يبقى الأمل أم ذكرى، يقعد الأمل إن شاء الله. إن شاء الله عندي ثقة في ربي فيك وفي سعادتي نصرة في خير المؤمنين كل. تينا قلبي يعلم الله. إن شاء الله يا رب. ونتحط تلقى روحك في مسؤولية كبيرة. بنتي كانت شرم على تشعل هذيك التضويل البيت، هذيك بنتي، هذيك ضحكة العائلة. يجوها طوى في عزلة بنتي، ما يجي حد وما يطلع لها حد. نخرج ونخليها بالخمسة وستة سوايع وثمانية سوايع تبدأ وحدها في البيت، لما نخلي لأخوها بحذيها. إن شاء الله يا رب عندي أمل. إن شاء الله. ريت عرب الكلام.
وقف كل شيء. بالله العظيم لا عاد الواحد ينجم يختم، لا عاد ينجم. أنا مهبولة، ما عادش عندي ذاك. عندك حق أمي ولا عندك حق؟ ما عادش. ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلمي وبعد الشر عليك. أنا روحي وعمري فداك يا حبيبي، دي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك. إن شاء الله عدوينا واللي بيحسدوك، إن شاء الله عدوينا واللي بيكرهوك، إن شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك. مش عايز أشوف ولا دمعة حزينة تاخدك من أحضاني، أنا عايز أشوف الضحكة الحلوة بتملى شفايفك تاني. ألف سلام عليك يا حبيبي بعد الشر، بعد الشر، بعد الشر عليك. ذكرى، هذه الكاميرا ذكرى، نخلي لك الكلمات الأخيرة لك أنت، نخلي لك الناس اللي تتفرج فيك الكل وعرفت مشكلتك توا، حابك توجههم أنت شنو تقول لهم؟ أنا معاوني باش نعمل العملية، كل حد يعاوني باللي يقدر، نحب نعيش كيما الناس الكل، ما نحبش نعيش بالماكينة كيما قالت الطبيبة، نحب نعيش كيما ندايجي. أنا 19 سنة ما عشتش فيهم، نحب نعيش توا، نحب نرتاح، نحب نبدا كيما الناس الكل. أول مرة أشوفك وقف عنيك، اتألمت عشانك، قلت يا ريتني مكانك، أنا عايش عمري ليك، مش قادر أتحمل أي ألم جواك، اضحك بقى اطمن بيك، خليت قلبي وجعني بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. إن شاء الله عدوينا واللي بيحسدوك، إن شاء الله عدوينا واللي بيكرهوك، إن شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك. مش عايز أشوف ولا دمعة حزينة تاخدك من أحضاني، أنا عايز أشوف لا شفايفك تاني. ألف سلام عليك يا حبيبي بعد الشر، بعد الشر، بعد الشر عليك. ألف سلام عليك يا حبيبي. خلي لك الكلمة. نقول لك على الطبيبة اللي يقول مشيت لها باش ناخذ منها رابور باش نخرج ذكرى جيل الفيزا، قالت لي تحب نخرجها لفرنسا باش يردونا ضحكة الفرنسيس وذلي يضحكوا علينا. ذكرى نهار اللي مشيت لفرنسا فرحوا بها، تكرموها، عملوا معها الواجب وأكثر وأكثر، فكوها بين يدي بالحق. تصفيقة إلى كل من يعمل عمل خيري ويعاون الناس ويقف إلى جانب الناس. إيش تحب تقول يا عم؟ إيش تحب تقول لعمك عبد الرزاق؟ نشكرك برشا، نشكر سي العربي نصرة واللي كلموني يعني ويسوا فيا وديما يبداو معايا بالاتصال. نحب نشكر حبيبة الغريبي، كلمتني وقالت لي تو نعاونك، نشكرها برشا. هذه قصة ذكرى، قصة من صميم الواقع. هذه ذكرى لبنية اللي عمرها 19 سنة، اللي تقول 19 سنة ألم ما عاشتش فيهم، تتمنى ترجاكم تطلب منكم باش تعيش ما تبقى من العمر. هذا الكل في ديننا نحن، في دين المجتمع، في دين الناس اللي تتفرج فينا. إن شاء الله يا ربي نزرعوا البسمة مرة أخرى الذكرى
شاء الله ترجع البنية هذه وترجع لي في المسامح كريم في صحة جيدة في وضعية أفضل إن شاء الله. وإن شاء الله هذه الأم يا ربي يا رب إن شاء الله ما عادش تتعب أكثر من اللي تعمل. ذكرى أنا نحب نبوسك ونودعك ونقول بتصفيق كبير منكم ربي عايشنا ذكرى ربي عايشنا ذكرى عايشها ذكروتها. نذهب إلى فاصل ثم نعود.